السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في المحاضرة التانية في تمريض الاطفال. اتمنى الناس تكون خلصت المحاضرة الاولى ودخلت امتحانها، علشان نبدأ المحاضرة التانية مرتبطة بالاولى جدا جدا جدا، فما ينفعش تجي تسمع لي التانية وانت ما سمعتش الاولى. لو لسه ما سمعتش الاولى اقفل الفيديو لحد هنا وروح اسمع الاولى وبعدين تعالى اسمع التانية. طيب سموا الله بقى وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم، ويلا بينا نشوف هناخد ايه في المحاضره دي. هنكمل يا شباب. احنا اخر حاجه وقفنا عندها كنا بنتكلم عن الفاكتورز او العوامل اللي بتأفكت على الجروث والايه والديفلوبمنت. طيب وقلنا ساعتها الهيرديتري الحاجات الوراثيه، وعرفنا زي ايه، وقلنا ساعتها السكس او الميل او الفيميل هتفرق معايا، وقلنا كمان الانفايرمنت او البيئه. ودلوقتي بقى بيقول لك عندنا برينيتال فاكتورز، العوامل اللي هي بتبقى اصلا قبل ما الست دي تبقى حامل. ايه بقى؟ قال لك الكونديشنز بتاعت البرينيتال بتكون جزء من الانفايرمنتال كلايميت اللي هو المناخ البيئي يا شباب، ان ويتش ايه ذا تشايلد ديفلوب، اللي فيه